في كل يوم جديد. تحدي كبير، بلدنا فيها أكتر من 100 مليون إنسان، إزاي يعيشوا في أمان لو مفيش عيون بتحرسهم 24 ساعة؟ مش شرط يكونوا شايفيننا، لكن المهم نكون الأقرب ليهم. غرفة العمليات، خلية نحل، أجهزتها مش بتنطفي ثانية واحدة في الـ 24 ساعة. عيون بتسلم عيون، مهمتها تحرس كل شبر في بلدنا بأحدث أجهزة الرصد والمتابعة، بفريق عمل اتدرب يواجه ويحلل أصعب المواقف ويقدر ياخد قرار مصيري. يا فندم، في بلغ حريق مركب نيلية. عمليات المسطحات المائية، عمليات الإنقاذ النهري، ورد بلاغ باشتعال بإحدى المراكب النيلية. تم تحديدها مع احتمالية وجود مصابين. سرعة الوصول والإفادة. تم الاستقبال بإنقاص كافة أرواح المواطنين بسلام، وتم التأكيد من عدم وجود مصابين أو متوفين. جزيل الشكر لكافة القوات. دي شغلتنا، عشان يومك يكون عادي لازم يومنا يكون مش عادي. ألو، كنت عايز ابلغ على شنطه غريبه ببنزينه. مكانك فين تحديدا؟ بنزينه مصر. وصف لي الشنطه الموجوده عندك. شنطه سودا طالع منها اسلحه. اخلوا البنزينه فورا حفاظا على ارواح الناس. القوات في الطريق ليكم دقايق وتكون عندك. عمليات الحمايه المدنيه، سرعه التوجه للعثور على جسم غريب داخل احدى محطات الوقود، سرعه توجيه ضباط المفرعات. عمليات المرور، عمل الاخلاء اللازم امام سيارات الحمايه المدنيه. شنطة محل اشتباه. أيام كتير بنحتاج نعمل عملية في قلب المدينة الزحمة بمشرط جراح، ما ينفعش يغلط، وأوقات بتبقى المهارة أهم من القوة. تمام يا فندم، تم الالتهاب من الفحص وتم التأكد من سلبية البلاغ. ورد اخطار من مشرف سيارة نجدة باستغاثة سيدة بفقد طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات ويرتدي بنطال أزرق اللون وفيست أصفر اللون بمنطقة وسط القاهرة، تقاطع شارع عبد الخالق ثروت مع شارع محمد فريد فندم. سرعة مراجعة كاميرات مناطق وسط المدينة وتحديد الطفل المتغيب مع توجيه أقرب سيارة نجدة على وجه السرعة. تمام يا فندم.
سيارة 7 بلغات سرعة التوجه لميدان مصطفى كامل، عثور على طفل بعمر 5 سنوات. تم رصد الشاحنة المستهدفة وسيتم التعامل معها الآن وضبطها. المخدرات بتهزم دول من غير حرب، ضربة في العصب بتهدد كل بيت، كل جرام بنمسكه بنوقف استهداف لأولادنا. عملية محتاجة صبر كبير، والأهم نكون دايماً سابقين تجار الموت بخطوة. فندم بلاغ حريق في شارع مدينة نصر، تم توجيه قوات الحماية المدنية خدمات المرور مرفق الإسعاف. مش بنفكر هنواجه ايه، ولا بنفكر هنرجع ولا لا، لكن بنكون متأكدين اننا هنعمل اقصى طاقتنا عشان نوصل كل انسان لبر الامان. عمليات وتمام الاطفاء واخلاء جميع الاشخاص المحتجزين داخل عقاري. فعلا تم ضبط جميع عناصر التشكيل وتم ضبط جميع القطع التي يشتبه فيها سرياتها. مهمتنا مش بس حماية الناس، كل قطعة من تاريخ بلدنا مسؤولية لازم نحافظ عليها للأجيال اللي جاية. انا الجي بي اس توهني ودخلت في حته صحراء كده رمله وعربيتي غرزت ومفيش انترنت. اهدي اهدي، انا معاكي ما تقلقيش مش هسيبك. طب اوصفي لي بس المكان اللي انت فيه.
انا مش عارفه انا فين دلوقتي، بس انا دلوقتي في حته ضلمه ومقطوعه ومش وخايفه. انا بجد خايفه. معاكي حد في العربيه؟ ايوه ولادي معايا. تمام. الو 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 رسول التليفون فصل شحن. لا 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 يا رب اعمل ايه؟ اتصال تليفوني من سيده ضلت الطريق وتعطلت سيارتها وصاحبتها اطفال. لا يا استاذ تامر، حالا اقرب دوريه شرطه جالس يطلب. تم تحديد احداثيات موقع المبلغة. عمليات وتم تحديد موقع السيارة وفي الوجهة يا فندم. مع الشكر. انتوا كويسين؟ الحمد لله دلوقتي بقينا كويسين. الحمد لله. المهم انكم بخير. ازيكم؟ ربنا يخليك. الحمد لله. ما تخافوش هنروح دلوقتي. شكرا بجد. عمليات وتم الوصول على السيارة. مصر هي قلب العالم، مكانها المميز ودورها خلاها على طول تاريخها هدف للإرهاب. وعشان نواجه عدو بالحجم ده لازم نكون مستعدين وجاهزين وقد المسؤولية. عمليات تمام القبض والسيطرة. تمام يا فندم. تم القبض على الهدفين المحددين وجاري استهداف باقي العناصر والمواد المتفجرة. يتم استمرار المتابعة والإخطار عقب انتهاء المأمورية. قوات ابتدي انزل. السائق قادم المأمورية. تمام كلير. تمام اتحرك. جاهز الدور ريدر، مستعد للاتحاد. Come on!
المعمورية من قوات فريق الاقتحام. تمام الاقتحام. هم أكتر اتنين إرهابي والسيطرة على اتنين إرهابي. اخلي الغرفة وجري إرسال عناصر الحماية المدنية. ده مجرد جزء من اللي بنواجهه كل يوم. دايما بنكون الأسرع والأقرب ليك من أقرب الناس. اخترنا نضحي بحياتنا الطبيعية علشان أنت تعيش حياتك الطبيعية. بنوصل الليل بالنهار عشان تبقى مطمن وتبدأ يوم جديد. عشان امانك انت ابدي روحي ليك وللبلاد. شرطة وشعب جنب بعض صف واحد، يوم ما تحتاج حد قلب يساعد. والمهم والاهم احنا قد المسؤولية، لما تحتاج لي تلاقيني قبل ما تنده علي. السيطرة خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. مهما كان أو إهجرة بالأمان منورة، مستعد إني أحرس بالليالي. كل مصر مننا أمنه غالي عندنا، وابن وابني كله هيكمل مكاني. الأهم والتحدي أبتدي لك يوم نهار جديد يكون أمان وبخير عليك وتكون سعيد. دايما حياتي ومبدئي تضحية أبطالنا شدان، عشان أمانك أنت أبدي روحي ليك وللبلاد.